انتهيت منه يا ابو عبد الله. طيب، بخصوص موضوع خسوس، خسوس لن يبقى، خذها مني. انت تاكد الحين لن يبقى؟ ليش؟ انا اقول لك خبر، خسوس لن يستمر في تدريب نادي الهلال، لكن يعني في وقت محدد. لا لا، ماشي ماشي، الموسم هذا ما راح يستمر. لكن ايش الـ ايش الـ المشكله في الطرفين؟ جسوس يبغى يجلس لين تنتهي فتره معينه، على اساس لما يرجع للبرتغال او يحول مبالغ ما يخصم عليه ضرائب. هذا نظام موجود في اوروبا، من 6 إلى 7 شهور اذا انت برا اوروبا، اذا جيت تحول مبالغ من اي دوله انت خارج اوروبا الى اوروبا، اذا جات الفتره هذه اللي هي 7 شهور ما يخصم عليك، قبلها يخصم عليك 50%. هذا واحد. اعتقد حنا امام 5-6 ايام علشان تكمل من 6 إلى 7 شهور. هذا شيء. الشيء الثاني، وفق معلوماتي المتواضعه، هناك خلاف بين الامير محمد بن فيصل رئيس النادي ونائبه في بعض وجهات النظر. اختلاف في وجهات النظر او في قياده الدفه. اتفقوا على شيء مهم، ان بقاء جسوس فيه، انا اقول لك انا بالنسبه رايي، انا ضدي قالته كرأي، ولكن أتكلمك عن الوضع. اتفقوا على أن استمرار جسوس معناته خسارة الفريق. ليش خسارة الفريق؟ جسوس عنده 9 لعيبة، أنا أعطيك إياهم بالأسماء: محمد جحفلي، محمد شلهوب، إدواردو، عبد الله عطيف، خربين، رفاس، المعيوف، عبد الله الحافظ، قومز. بغض النظر عن إن في ناس بيمشون ولا مو بماشين، كل اللعيبة دول صار بينه وبينهم خلاف كبير. أنا مين اللي صار مع المدرب؟ انا خليني من اللعيبه ذولي كلهم، خليني مثلا من قومز، انه هو طبعا هو دائما خلافه مع قومز لا تطلع برا 18، لا تطلع دائما. قلت محمد عبد العزيز شنو هو معه؟ اختلاف فن غريب. زين، انا خليني من اللعيبه ذولي كلهم. انا عندي عبد الله عطيف، انا كيف انا شفت بقدر اعجابي بفلان ويفا، انا معجب اعجاب كبير بعبد الله عطيف. انا كيف الخامه هذه ممكن افرط فيها؟ مع احترامي وتقديري، جسوس مدرب كبير وعلى عيني وعلى راسي، والان جالس يقود الهلال للصداره بغض النظر عن امور اخرى، كيف افرط في لاعب مثل عبد الله عطيف؟ يعني اذا كان هناك ما فرطه، بس ما يلعب، عدم مشاركته اصلا. كنه هو يرى وجهه نظر فنيه. لا لا لا، ما كان عنده، كان في كثير من هو جاهز. على كل حال، طيب، يمكن اللاعب الوحيد اللي راضي عن جسوس محمد كنو. طيب، ومع يعني انا بحب المدرب اللي الآن الإدارة وصلت لمرحلة أفرط أو أضحي بمدرب ولا أضحي بفريق؟ أضحي شوف، ترى النتائج الإيجابية تخفي العيوب، وأنا دائما أقولها، النتائج الإيجابية تخفي المشاكل. متى بدأت تطلع مشاكل الهلال؟ ترى أنا كاتبها من 12/10، من 12 أكتوبر. متى بدأت تطلع المشاكل؟ تعادل الفيصلي، تعادل النصر، خسارة الحسم. مع المستويات المهزوزة، شوف الهلال لو يخسر مباراة الرائد حتى لو بالتعادل،